رسالة ود واحترام وتقدير كامل للسيد رئيس مجلس الوزراء المحترم، أردتها صوتية لأن قد يحجب عنك مستشاروك ما لا يعجبهم في الوصول إليك. سيدي، رد الفعل من قبل رئيس الوزراء يختلف عن رد الفعل من أبناء العامة أو من الوزراء أو من أي مسؤول آخر. كان من المفترض لإظهار الاحترام الكامل للراحلين لجوار ربهم بسبب الحادثة في مستشفى الحسين أن تصدر أمرا بعقد اجتماع مجلس الوزراء الطارئ في بناية محافظة قار وليس في بغداد. نعم، وإذا فاتك هذا التصرف الذي كان سيحسب لك حسابا كبيرا وجيدا، فالاجتماع القادم إن شاء الله بمشيئة الله يجب أن يكون هناك. يعني بين قوسين، الناس كما تلاحظ الآن تحتاج الاحترام أكثر مما تحتاج الخبز. وفقك الله ورعاك أنت وكابينتك، اذهبوا بيض الله وجوهكم يوم القيامة. شكرا جزيلا. أنا دكتور موفق مجيد مولى السعدي، شكرا.